حاج رمضان والله نضفت يا الحمد لله والبيست اهو ماشي الكنبه ربنا يخليك يا حاج رمضان جدع يا جدع وبص كمان جزمه دي دي بانس يا نهار ابيض ده عارف البانس ده لا بقى حرام بقى حرام بقى يا حاج رمضان مالك يا ده عايز مني ايه بصراحه يا حاج رمضان انا عايزك في موضوع بجد جدا ايه يا انا تعبت وعايز اسيب الشغل عايز تسيب الشغل؟ يعني بعد ما ربنا كرمنا وجالنا زباين عايز تسيب الشغل يا دي انت اتجننت انا ليا اسبابي الخاصه يا حاج رمضان ايه يا دي الاسباب؟ شوف يا حاج رمضان بالنسبه لي وبالنسبه للوكاندا وبالنسبه في حد مزعلك من الزباين؟ حد كهرب اتهمنا يا حاج رمضان ما تسمعني شويه يا حاج رمضان اتكلم يا انت كل حاجه عندك الزباين 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 يا حاج رمضان ما فيش مره واحده تفكر في هدهد يا حاج رمضان انا عمال اشوف مصايب من صباحيه ربنا عماله تحصل وساكت لكن انا خلاص يا حاج رمضان انا فاض بيا يا حاج رمضان انا اتخنقت اللوكاندا يا حاج رمضان ما بقتش زي زمان روح اللوكاندا ما بقتش زي زمان يا حاج رمضان اللوكاندا زمان كانت بسيطه وهاديه وفاضيه ما فيش ولا زبون ويوم ما كان زبون يجي اقول له كل سنه وانت طيب يبص لي بمنتهى الاحتكار ويقول لي وانت طيب صلة رحم لكن دلوقتي تخش اللوكاندا تلاقيها منوره وتلاقي الاوض كلها مليانه والزباين كتير ويوم ما يجي زبون كده اقول له كل سنه وانت طيب يبص لي بمنتهى الاحترام ويديني 20 جنيه ليه يا حاج رمضان ليه اللوكاندا بقت بتشغي زباين يا حاج رمضان وانت بترمخ وساكت بيوتنا بتعمر وانت عامل نفسك مش شايف اقول لك ايه حتى القشة بقت معدن يا حاج رمضان اعمل ايه كل ده ليه كل ده ليه يا حاج رمضان عشان الفلوس ينعل ابو الفلوس الفلوس دي لعنه لعنه وصابتني عملت مني بيه محترم ملوي هدومي لكن انا مش واخد على اللبس ده مش حاسه مش ده هدهد هدوم البهوية دي ما تلزمنيش يا حاج رمضان مش عايزها أنا مش عايز أبقى أحمد عز ولا حتى عز المنوفي أنا عايز أبقى هدهد عايز أرجع هدهد الكحيان أيام ما كنت أحط راسي على المخدة نام لكن دلوقتي الفلوس بقت مجنناني أنا بقى معايا تركة يا حاج رمضان بقى معايا 530 جنيه أنا ممكن ألف العالم كله ممكن أروح الغردقة أروح شمين الكوم أروح هنا لكن لأ انا يا ابن اللوكاندا دي يا حاج رمضان انا زمان كان ممكن اعيش الشهر كله بجنيه باكل فول وطعميه بقول الحمد لله لكن دلوقتي معايا فلوس كتير مش عارف اعمل بيها ايه مش عارف اجيب شاورما ولا اجيب فراخ ولا اجيب لحمه ولا اجيب اسكالوبانيه مش عارف اعمل ايه يا حاج رمضان وكل ده ليه عشان التبس كل شويه تبس 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 احنا في زمن الدبس يا حاج رمضان انا حاسس بيك يا هدو فلوس تعباك جدا هاتهم يا هدو هاتهم يا ابني ازاي ما جاتش في بالي دي ايوه صح فلوس مدمراك يا ابني أتب على قفايا ايوه الفلوس اهي 530 جنيه هاتهم يا ابني ما تعدش ورايا هاتهم هاتهم وريح نفسك يا هدى الحمد لله وعشان اريحك اكتر انت مخصوم منك 6 شهور يا حبيبي يا بابا يا حبيبي عفريت عفريت وواضح انه عندنا في نص اللوكاندا بتاعتنا ايوه اطلع يا ده هدهد شوف العفريت ده اطلع شوف ايه شوف العفريت عفريت ايه اللي اشوفه يا ده انت هتطلع تشوف عفريت ده عفريت صغير اطلع ايه اشوف ايه هو برص هو ايه اللي تشوف عفريت انت ليه قدرت ان العفريت كده يا ده على راي المثل يا لا مش وقته هنتلبس مش وقته عفريت ايه اللي انت عايز اروح اشوف اطلع اطلع بيقول لك اللي يخاف لا لا والنبي اتكلم
اللي اتكلم يخاف ماله؟ اللي يخاف من العفريت. ايوه. يطلع بقى يشوف. يطلع يشوف واطلع شوف العفريت. هو بتاع الغاز. اطلع اشوف العفريت ومشيه. لا يا حاج رمضان، لحد هنا وستوب يا حاج رمضان. معلش انا فديك بروحي، لكن عفريت لا لا يا حاج رمضان، معلش انا اسف. انا اسف، انا مضطر انسحب كده. هدهد. معلش مع نفسك. ماشي هدهد. مع نفسك يا حاج رمضان. ماشي يا هدهد. سلامة هدهد. عندك عفريت وانا ما عنديش. فرحان فيها يا اكرم، بس لعلمك احنا لوكندتنا طول عمرها نظيفه. لوكندتك ملبوسه. لا عايزين عسليه. ايه ده؟ هو ده عفريت. عفريت. عفريت ايه؟ ايه يا حاج رمضان اللي عنديك في اللوكندت؟ سيبك من اللي عنديك، ايه اللي عنديك انت ده؟ كنا بنلعب رياضه.